بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. ليصلك كل جديد حول مدرستنا عبر اليوتيوب، اضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو وفعل الجرس. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا. أهداف درس اليوم: من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يستعمل المتغيرات لكتابة مقادير جبرية بطريقة صحيحة. المتغير يكتب في صورة حرف ويمثل كمية يمكن أن تتغير. يمكنك استعمال متغير لكتابة مقدار جبري يتضمن عملية حسابية واحدة على الأقل، ونرى ذلك من خلال الجدول التالي. الجدول مقسم إلى العبارة اللفظية والمتغير والعملية الحسابية والمقدار الجبري. طيب، ونوضح ذلك في التالي. إذا طلب منا يا أبطال، يقول لك إيه مجموع، وضح إيه عملية حسابية أو مقدار جبري عبارة عن ايه؟ مجموع 8 والعدد ايه؟ طب المقدار الجبري اللي يوضح العبارة اللفظية مجموع العدد 8 والعدد ايه هو عبارة عن ايه؟ المتغير هنا بيكون ايه يا احباب؟ برافو يا بطل، اللي بيقول لك المتغير يكون ايه. طب لما اقول لك مجموع، يبقى العملية الحسابية هتبقى ايه هي ايه؟ احسنت، ممتاز. اللي بيقول لك هتبقى العملية هتبقى الجمع، لان بيقول لك مجموع الثمانية والعدد ايه. طب المقدار الجبري نكتبه ازاي يا بطل؟ احسنت يا احبابي، بقول لك المقدار الجبري هيبقى ايه؟ زائد 8. طب نشوف عبارة لفظية اخرى. لو قال لك اقل من العدد 8 في العدد سي، اقل من العدد 8 في العدد سي، يبقى المتغير هنا هو ايه يا احباب؟ برافو يا ابطال، المتغير هو الايه؟ السي. طب والعملية عندنا هي عملية ايه؟ لما اقول لك اقل، يبقى عملية هي الطرح. طب المقدار الجبري هيبقى عبارة عن ايه يا احباب؟ احسنت يا بطل، اللي هيبقى يقول لك س ناقص 5. ونرى عبارة لفظية اخرى، ناتج ضرب العدد 8 في العدد س. المتغير هيبقى ايه يا احباب؟ هيبقى س. طب والعملية الحسابية لما اقول لك ناتج ضرب، هيبقى العملية الحسابية هتبقى ايه؟ فعلا هتبقى الضرب. طب المقدار الجبري ده هيبقى ايه يا بطل؟ المقدار الجبري عندنا هيبقى ايه؟ ب س. نرى عبارة اخرى، ناتج قسمة العدد دي على 2، المتغير هو ايه يا احباب؟ برافو يا بطل، ممتاز، المتغير هو دي. والعملية الحسابية هي يا ابطال لما اقول لك ناتج قسمة، برافو عليك، هي القسمة. طب والمقدار الجبري هيبقى ايه يا بطل؟ المقدار الجبري هيبقى عبارة عن ايه؟ احسنت يا بطل، اللي بقول لك دي تقسيم 2. بعض القواعد والتعريفات الهامة: المقدار الجبري هو نوع من المقادير الرياضية التي تتضمن متغيرا واحدا على الأقل وعملية حسابية واحدة على الأقل. عندما نقول 2x، مين يا بطل يعبر لي عنها؟ أحسنت يا بطل، هتبقى 2x. طب ولو قلناها بصورة أخرى، ضعف x، ممتاز، هتبقى برضو نفس الكلام 2x. طيب وعندي برضو نفس الكلام 3x، هي عبارة عن ايه؟ 3x. وعبارة اخرى 3 اضعاف x، هذه بصورة اخرى 3 اضعاف x، بتكون كام؟ 3x. او عبارة اخرى مجموع x وy تبقى عبارة عن ايه؟ x بلس y. كمان عبارة اخرى، ضعف مجموع الاكس والواي، يبقى بنجمع يا احباب الاكس زائد الواي وبنضعها في اقواس، وبخارج الاقواس في البداية 2، لان قلنا ضعف المجموع، ضعف مجموع اكس وواي، يبقى هو عبارة عن ايه؟ 2، وتضرب في الاقواس التي بداخلها اكس زائد الواي. عبارة اخرى، 6 امثال مجموع اكس وواي، يبقى بنجمع الاكس والواي الاول بداخل اقواس، وبخارج الاقواس 6 ضرب الناتج الجمع اللي هو ايه؟ 6 اقواس بداخلها اكس زائد الواي. عبارة اخرى،
مجموع 2 اكس زائد 3 واي، يبقى 2 اكس اهي 2 اكس بلس 3 واي، يبقى المقدار هيبقى ايه 2 اكس بلس 3 واي. طب عبارة اخرى، 6 امثال مجموع 2 اكس زائد 3 واي، يبقى بنجمع ال 2 اكس وال 3 واي ونضعهم في اقواس، وبالخارج ضرب ايه 6، يبقى 6 أقواس بداخلها 2x زائد 3y. اكتب مقدارا جبريا يمثل كل موقف. السؤال الأول، أقل من العدد y بمقدار 5. العملية الحسابية هنا إيه يا أبطال؟ هي فعلا إيه؟ طرح، لأن أقل من، فيكون المقدار الجبري هو y ناقص 5. السؤال الثاني، 6 أمثال مجموع 2x زائد 3y. نوجد اولا مجموع 2x زائد 3 او 3y، ونضع المجموع في اقواس، ومن قبل الاقواس نكتب ايه 6 من جهه اليسار لانها 6 امثال المجموع، فيكون مجموع 2x زائد 3y بداخل الاقواس بهذه الصوره، وفي البدايه نضع 6 فيكون ايه 6 ضرب الاقواس اللي بداخلها 2x زائد 3y، هذا يمثل 6 امثال مجموع 2x زائد 3y. السؤال التالي، استعمل المقدار w تقسيم 2 زائد 12.3 ناقص 7y، واجب عن الاسئله التاليه. السؤال الاول، ما عدد الحدود في المقدار؟ برافو يا بطل ممتاز، اللي بيقول لك هيكون ايه عدد الحدود 3، لان اللي يفصل الحد من الحد هو زائد او ناقص، ولكن القسمه والضرب لا تفصل حد من حد، يبقى عدد الحدود هي يا احباب 3 حدود. وضح اجابتك. طب لتوضيح الاجابه، الحدود هي 7y و12.3 و w تقسيم 2. السؤال التالي، اي حدود في المقدار له معامل؟ يبقى اي حدود في المقدار له معامل، ووضح ايه اجابته. هو ايه الحد اللي له ايه معامل يا ابطال؟ برافو يا بطل، اللي بيقول لك 7 ايه واي، يبقى الحد 7 واي هو له ايه معامل. طب ونوضح اجابتنا بايه، ان الايه المعامل هو عدد مضروب في متغير، فيكون ال 7 مضروبه في الواي. السؤال التالي، اي حدود في المقدار هو قيمه ثابته ما هيش متغير؟ ايه اللي قيمه ثابته ما بتتغير؟ احنا عارفين اللي بتتغير الرموز اللي هي الاكس والواي والاي والبي، لان احنا ممكن نضعها ب1 ب2 ب3، ولكن ايه الشيء الثابت او المقدار الثابت هو ايه يا بطل؟ برافو يا بطل ممتاز، اللي بيقول لك المقدار الثابت او القيمه الثابته في المقدار هي 12.5. اكتب مقدارا جبريا يمثل كل موقف. 12 مضروب في العدد جي. العمليه الحسابيه هنا ايه يا ابطال؟ برافو يا بطل، هتبقى ضرب لان مكتوب مضروب، يبقى العمليه الحسابيه هتبقى ايه ضرب. طب والمقدار الجبري هيبقى ايه يا احباب؟ برافو يا بطل ممتاز، هيبقى 12 جي. السؤال التالي، ب من الريالات مضافا اليه 22 ريالا. طيب العمليه الحسابيه هنا ايه يا ابطال؟ كلمه مضافا. برافو يا ابطال اللي بيقولوا الجمع. طب والمقدار الجبري هيبقى ايه؟ ب زائد 22. السؤال التالي، 22 مقسوم على العدد اس. طب كلمة مقسوم، يبقى العملية الحسابية هنا هي أبطال، هي قسمة. برافو عليكم ممتازين، الناس اللي بيشاركوا معايا أعزائي الطلاب، أحسنتم يا أحباب. طيب المقدار الجبري هنكتبه كيف يا أبطال؟ أيوه هنكتبه 22 تقسيم الاس. السؤال التالي، 12 و3 على 4 أقل من ناتج ضرب 7 في عدد أو العدد اكس. يبقى أنا عندي هنا يا أبطال في عمليتين حسابيتين موجودين في المقدار الجبري اللي هي أقل، يبقى إيه؟ برافو يا بطل ممتاز، اللي هتبقى إيه؟ طرح. وضرب برضه نفس الكلام، ناتج ضرب، يبقى هنضرب الإيه؟ الإكس في السفن، وبعد كده هننقص من الناتج الضرب دوت كام؟ 12 و3 على 4، فيكون المقدار الجبري هو 7x ناقص 12 و3 على 4. اذكر عدد الحدود في كل مقدار. 5 ناقص g، عدد الحدود هنا ايه يا ابطال؟ احسنت يا بطل ممتاز، عدد الحدود هنا ايه؟ حدان. السؤال التالي، 3 زائد نص b، فبيكون عدد الحدود كام يا احباب؟
لان عارف اللي يفصل الحد من الحد علامه زائد وناقص، لكن الضرب والقسمه لا، ما تفصلش حد من حد، فيكون عدد الحدود ايه يا ابطال؟ احسنت يا بطل، اللي بيقول لك حدان. السؤال الثاني، في تقسيم 3 زائد 2.5، عدد الحدود هنا يا ابطال؟ عزيز الطالب احسنت اللي بيشارك معايا وبيقول لك ايه حدان، لان برضو القسمه ما بتفصل حد من الحد، ولكن هي عمليه الزائد والناقص فقط اللي تفصل الحد من الحد. السؤال التالي، 16.2 ناقص اقواس بداخلها 3 ضرب 4 زائد 14 تقسيم 2 ونصغر الاقواس بتاعتها، فيكون عدد الحدود هنا ايه يا احباب؟ هي بطل اللي بيشارك معايا، انا عارف ان الضرب والقسمه ما بتفصلش حد من حد، يبقى عدد الحدود هي ايه؟ برافو ممتازين، اللي بيقول لك ثلاثه حدود، عدد الحدود هنا ثلاثه حدود فقط. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا استعمال المتغيرات لكتابة مقادير جبرية بطريقة صحيحة، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.